انا اريد شغله واحده بس اعرفها. باكر شلون وانتم ما عندكم ولا ربع هالسيل ولا ربع عندكم؟ شلون بيكم باكر؟ عمو يمكن تضامن هديه بيبي. امشي يا مان، يا مان بشر. بشرنا يا مان. وضع تمام؟ اطلع باكر، عطلك المفاجأة. تعالوا 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 وراكم المفاجأة. تعالوا طب طب جوا طب جوا. باكر شلون بيكم وانتم ما عندكم ربيع؟ اليوم اول يوم باكر. الهدية تبي تدرون شنو شنو المفاجأة؟ تعرفونها ولا لا؟ موبايل ديسل. يا باي سكر انت وشك بالطول. ايفون برو. لا المفاجأة هي واحد اثنين ثلاثة بلو. تعالوا بما ان اليوم اول يوم العيد ومثل ما جاي يشوفون هاي الهوسه اللي حواليه والله يحفظهم ان شاء الله ويحفظكم ان شاء الله وكل عام وانتم بألف خير. جايب لكم فكره جن. كلكم عندكم عيديات؟ كلكم طلعوا عيدياتكم حطون هنا طلعوا. طبعا على سبيل الليل ان العيديات تصرفوها عندني لو شاله بقل سجل لامير كل واحد سجل له عيديته ايش قد. هاي مرات من؟ مال حمودي. هذا اللي سجلين 5 ارباع. سجل 1000 ونص حمودي. 10,000 مصطفى. سجل 2000 وربع يمان. سجل 6,000 دانيال. سجل مارسيلو 1000 دينار. سجل اخو مارسيلو علوش 2000 دينار. هذا مال مارسيلو امير؟ وهذا سجل 50 ها. سجل زود 1000 المرتضى وزود 750 المارسيلو. عدل شاف بس عندكم وين وديتوه؟ وين وديتوه؟ عدل شو سويتوا به؟ بس انا والله العظيم الله شاهد على كلام شباب بس انا 25,000 صرفت لهم ما خليت واحد ما اعطيته. اخواني خواتي وين وديتوهم؟ المهم اسمع الفكره. عندي لكم فكره خطه. بكان ما تصرفون فلوسكم من نانا ومن نانا وملاعيب وكذا انا اليوم عازمكم على عشاء بالمطعم. اسمع اسمع بفلوس العيديات مالتكم ومني جي من المطعم عندي لكم مفاجاه. قول لهم المفاجأة شباب لو بنرجع. هي مفاجأة بسيطة وكلهم يردون يعرفون شنو المفاجأة وانتم ايضا تريدون تعرفون شنو المفاجأة. خليكم نهاية الفيديو راح اروح اعشيهم وارجع ومن نرجع البيت اقول لهم بالمفاجأة مالتهم ونشوف ردة فعلهم انا وياكم سوية. فخليكم ويانا. لا لا من نرجع لا تخاف. لا 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 اقول لكم تخاف. فخلنا نحسب فلوسكم يكفي المطعم لو لا دقيقة. 25 او ربع ما اعتقد يكفي. انا انت ما لكم علاقه هسه سجلت كل واحد سجل كل واحد مراته مضبوطات تمام. هسه وين نروح؟ جوعانين؟ ليتس جو. دقيقه قبل لا نروح شبابنا طيبين لايك واشتراك قربنا جدا ل 400 ونص. اي واحد يشاهدنا وما مشترك مشاهداتنا تقريبا 40% من اللي يشاهدونا ما مشتركين بالقناه. فاتمنى منك اذا شاهدنا وما مشترك بالقناه اشترك بالقناه وخلي لنا لايك اكبر عدد لايكات نريد لهذا الفيديو حتى نجيب ايباد اول ما نوصل 4 مليون ونص نجيب ايباد اليمن بوجودكم ان شاء الله وبدعمكم راح نجيب له ايباد. فخليكم وياي يلا ليتس جو. يلا ساعدتوا كلكم يا من بعده هذا يا يمان. يمان وين صاعد؟ حمودي يلا قاعدين انت شو؟ يلا انا وين قاعد انا؟ انا وين اصعد؟ يلا نانا حضنك؟ يلا مو مشكله. ها تروح حيدر؟ لا لا جاسم ابقى نانا ابقى نانا احسن. مستعدين؟ جوعانين؟ ليتس جو. اقول لكم باكر شلون باكر ما عندكم عيديه؟ ها؟ باكر خلصتوا فلوس انت وهسه خليت فلوسكم كل ثمانية. باكر شلون بيكم؟ ها يا مان؟ عندي عيد وجمع. عمي جعيد؟ شنو يعني يومين نعطيكم؟ لا 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 حتى لا وانت؟ حتى لا وانت؟ والله وهسه وصلنا المطعم يلا نزلوا 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 نزلوا. اهم شيء البيبسي؟ انزل لك جيليكان مال بيبسي بس انت انا بيبسي 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 لو سفين بيبسي عمودي؟ عمو عمو للاسف شباب هنا احنا بنهرون مظلومين لا منتزه لا مدينه العاب كل شيء ما عندنا كل شيء ما يلا تعال ها يلا وصلنا تعال لا تاخر علينا تعال تعال شلون اروح؟ لا ما تسوي كذا زد القيمه القيمه سفر بابا سفر سفر فهذا اللي جاي يشوفون مظلومين لا عندنا منتزه لا عندنا العاب يلا بابا يلا عشاء والحق ربعك تعال كلكم تعال على كلكم لا تروح اسمعوا 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 اسمع نزلت لكم صينيتين تمنا ولحم وتشريب تمام؟ ايه اريدكم ما طلع منا اذا ما تسقون هيك. يا علوش مبين جوعان ومن احسن علوش جوعان؟ بابا صينيتين كبار
اريدكم تصحون الكل. لا نفسي. لا ونكمل وقلنا الشغله. شلون؟ ونكمل وقلنا هاي المفاجاه. خوش نكمل المفاجاه من وصل بيتك لكم بالمفاجاه. لا لا قول قول مفاجاه. والله من وصل بيتك لكم. اليمن قام يبيع مي، بيش المي؟ مي بربع. مي بربع. هاي طلع 5 لي. اقول لكم انتم سولفوا لي باكر، باكر ما عندكم ولا ربع، شلون؟ حتى اه باكر تجيبوا عيديات من عم حسن. اه عم حسين وعم اشرف يلا هاي مقبلاتكم. انا طيبتك. والله طيب. لا لا باشر ما تقعد شنو يوميه كلها تقعد وتستقر الا هذا ما يقعد ما ياخذ راحه. اقعد راحه بابا راح دمرت ملابسي. اقول لك انت باشر شلون باشر ولا ربع عندك؟ ها؟ بابا ما عيد عيد وسمه. شلون؟ ما عيد عيد وسمه. هو اليوم عيد احنا وباشر عيد يلا يطيق باشر. باشر من يطيق؟ اني. يا للطيق شنو شو عليهم مش عليهم شو عليهم شو عليهم وما شو عليهم بعد زيان يقول مو حلو يقول مو حلو زيان شباب شو زيان والله يخبر لا تعور بس انا زيلك الله مصلى على محمد والشباب اكلوا من الميلوحون يمان قل قل بسم الله الرحمن الرحيم يقرا سوره الفاتحه كلها يمان قلت بسم الله الرحمن الرحيم ولا شلون والله بسم الله الرحمن الرحيم يا داعب قال بس بسم الله بس بس بسم الله بس بسم الله يلا اكلوا الف عافيه يلا حمد الله ما المفاجاه والله بتكلم يلا يلا كمل كمل ها آه بشرو بعدنا وين وصلتوا؟ ها آه يمان اهم شيء يمان يمان شنو الوضع؟ ها عاش عاش الف عافيه الف عافيه اهم شيء يمان يمان بشر بشرنا يمان وضع تمام؟ لا دولك لا خلصوا دولك بعد دولك ما ادري الكبار ما كل شيء ما اسمني والله عبروا عليهم بابا يمان عبر عليه عبر عليه واقف فوق حمود شبعت عافيات يلا عافيات يلا شبعتوا شبعتوا انا اريد شغله واحده بس اللي اعرفها باكر شلون وانتم ما عندكم ولا ربع حسين ولا ربع عندكم شلون بيكم باكر عمو كنت تضامن هديه بيها لا يا ما فيها فلوس انا ضامن لكم شغله بس ما فيها فلوس صيد 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 ضامن لكم حداك مارسلو اسلحه لا مو اسلحه يلا يلا اطلع اطلع نطلع يلا باي 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 ما جاء انا روحوا اه ودان يا هسه ايش تريدون بعد؟ متونس مو احسن لكم ما تصرفونهن؟ مو احسن ولا باكر نجي هنا؟ باكر هم جمع فلوس وهم نجي هنا تمام؟ سمع الهوسة مال يمان شباب اسم الهوسة باكر عطلة قبل مطلع باكر عطلة قبل مطلع باكر عطلة قبل مطلع الثانية خلصنا امتحانا خلينا نريح خلصنا امتحانا خلينا نريح خلصنا امتحانا وباكر عطلة وقبل مطلع وباكر عطلة اساسا اطلع باكر عفاك المفاجاه تعالوا 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 وراكم المفاجاه تعالوا طب طبوا جوا طبوا جوا مالك علاقة المفاجاه روحوا طبوا جوا بالاستقبال طبوا 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 حضر المفاجاه حضر المفاجاه حضر لكم المفاجاه راح تلقونها قدامكم بالاستقبال راح تلقونها قدامكم اسمع اسمع هسه كلكم منتظرين المفاجاه انا بس اريد اسال سؤال واحد منو هسه شايل فلوس؟ ولا واحد شايل عندك؟ ولا واحد عنده ربع. باكر انت غير صرفنا اشترينا بينا كل بعد وديتكم المطعم. باكر شلون بيكم وانتم ما عندكم ربع؟ اليوم اول يوم باكر. الهدية تبي الهدية تبي تدرون شنو شنو المفاجأة تعرفونها ولا لا؟ موبايل ديتيل. يا باي سكر انت وشك بالطول. ايفون برو. لا. بس يطول مجال انا اذا اعرف شغلة واحدة. باكر باكر شلون بيكم؟ شنو حتى لو عبروا بدون فلوس؟ وش العالم تعيد باكر حتى لو حتى لو بابا اه هسه تبدون مفاجأة؟ المفاجأة هي واحد اثنين ثلاثة فلوسكم هاي فلوسكم بعد ما صاروا بهي فلوس دقيقة دقيقة اسمع 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 اعطيني اعطيني بس اعطيني 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 طلع الورقة اموري عندك لو بجيبي هاي اعطيني اياها هاك مصطفى تعال وزع وزع لهم كل واحد ايش قد الطي اعطيه مالاتي حمودي هاي فلوسكم ما صرفتي اسمعوني التم انا حاشيكم التم بس انا حاشيكم اقعدوا اقعدوا انا حاشيكم اقعدوا اقعدوا اسمعوا
هاي فلوسكم ما صرفت هاني وعشيتكم على حسابي وانا بخدمتكم بس اللي اريد منكم شنو انه عيدياتكم نصرفونه هيك بدون فايده تجيبون مسدسات لو ما اعرف شنو تمام اشتروا بيها شيء يشبعكم شيء يونسكم تمام عصير تدو عصير عصير كيك وعصير وشك هذا البطول وخر هسه ايش قد دفعت انت ايش قد دفعت بالورقه بالورقه ايش قد والله شوف ايش قد دفعت انت وين يمان والله مكتوب يمان والله شوف يمان 2004 اعطي 2004 مال يمان اطلع يمان طلع اسمك طلع اسمك يمان اقف اعطيها وراح يعطيك هو راح يعطيك هنا مكتوبات بالورقه مكتوبات بالورقه يلا بابا مكتوبات بالورقه بابا هاي 2004 غير هاي 2004 بابا ها با اخذ الالف اخذ الالف اخذ الالف وطي الف خردي ها ها اي اخذ الالف اي يلا حسم 100 حسم 100 يلا دور يلا هاي هاي بابا شوف 1 2 3 اي يلا ذني هذني ايش قد صار يلا هذا يا وراه حمودي 1000 ونص حمودي 1000 ونص طلع اسمك حمودي اعطيه فلوسه هن 1000 ونص مكتوبات ولا يلا يا بعد علوش 2000 علوش علوش 2000 بكت الله يزودن لي علوش 2000 دانيال 6000 والدون ما صارف ما صارف وانا هلا 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 روح روح حاب مال مال يا ما لازم وين سنه رحم الله والديك عندنا مال عزيمه رحم الله والديك بعد يا هو مارسيلو مارسيلو ايش قد لا لك انت وانت مارسيلو يا اللي بعده مارسيلو مارسيلو ايش قد 1750 مارسيلو تفضل استلم جائزتك 1750 روح يا بعد منتظر 2000 منتظر روح يلا يا اللي بعده يا اللي بعد امير 10000 وين 10000 10 مالك مو بقت 10 مال مصطفى هذا هو كلكم خليت فلوسكم باكر ام حاضر لكم مفاجاه استعدوا مفاجاه ما يصير اقول هي ما يصير اقول هي استعدوا حضروا نفسكم باكر مفاجاه شبابنا طيبه وصلنا نهايه الفيديو اسمع 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 من نوصل 4 مليون ونص اجيب لك ايباد شبابنا طيب وصلنا نهاية الفيديو يا رب استمتعتوا يعني حطوا لنا لايك اشتركوا بالقناة إذا وصلتوا لها لعظة ما مشتركين أتمنى منكم تشتركون أنا مباشرة من تلعب من تلعب إن شاء الله وصلنا لهذا الفيديو حطوا لنا لايك اشتركوا بالقناة سو باي باي.